جمرة الشوق توقد فيهم ألف آه للعزاء، تضيء للعابرين الدروب نحو السماء، تروي ظمأهم وتحملهم ألف سلام لقباب الفداء، فتنتبه أن البوصلة تشير إلى أنك الآن في مدينة ديالى غرب العراق، كرم مدينة البرتقال على الرغم من سنوات المحال. الموكب مالنا أول سنة راح الكربلاء سنة 1945، احنا حسينيات في كربلاء، ملاتنا مبنية عامرة، المناطق اللي معدودة اللي تيجي منها هي من الدوز، أول بداية الدوز عامرلي سليمان بيك، ترجع على قرى ديالة السعدية السندية جيزان التشول، تجي الخالص انه في هاي القرى مالتنا منها احنا، هاي جيزان الامام، وتطلع منها الجديده والحويش والقصيرين الى انت عاد تجي تخلص الخالص تجي بغداد. احنا قريتنا وانمت من الارهاب ما فيه كفايه، هجمت اقوى فرقه قدره علينا، وانا احد المجاهدين اللي كنت قاعد العتاد يمي رشاشتين وغونيه في شق وجه وجه ويا الارهاب، فأضرب وأقول يحضرنا الغايب في ساعة، يحضرنا الغايب. فدامت المعركة مالتنا من الستة لحد الساعة 12، الله سبحانه وتعالى خزاهم وانكسروا وولوا هاربين. ثلاث قرى هسه قرى لو تروح تشوفها رجل قرى مهدمة ينعى فيها الغراب، فقتل من قتل احنا تقريبا ناطين 180 شهيد. فالقرية المضحية بالحراق كانوا هذا قصدهم منا، يعبرون حشط ويقطعون الطريق مال سامرة صلاح الدين، حشط منا يعبرون، هم بس سقطونا إنه، فإحنا ما سقطناهم، سقط كل الأرهاب بدياله. الطرقات هنا تحكي للمارين وجع الذاكرة، تحفظ للسائرين نحو كربلاء ألف نازلة، قصص حزن واشتياق، وخطوات مصممة باسلة، قصص الزمن التي استباح فيها الغرباء الأرض والعرض. لم يقطعوا الماء هذه المرة في غرب العراق، بل أرادوا قطع الطريق إليه، فلا خادم أو ماش إلى كربلاء. قرية موالية إلى محمد وآل محمد، إيش قد ما تتصور، هذا بالنسبة للطريق كان مقطوع علينا نهائي، أبوات ناسفة ومسدود، طريقنا نطلع منها على المنصورية نرجع رجوع طريق ترابي، ومن المنصورية نرجع على السد على القصيرين وعلى الحويش وعلى الجديدة، ونطلع من يم الراشدية يلا نقدر نروح لبغداد. المواكب في ذاك الوقت ماكو، احنا ما نقدر نجي لهنا، المواكب منك نطلع بالقشر، السيارات تنتظر لنا غاد الجديده، منك نطلع ماكو هذا الطريق، ماكو لا مقطوع نهائي هذا منك، احنا غاد الجسر اخذوا من عندنا 28 واحد وقتلوهم القاعده وما نقدر نجيبهم، ايام داعشي مطوقين، لو مو الله سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم، احنا قلت لك لو بس سقط القريه، القرية مالتنا هاي الإرهاب كلها إرهاب، هاي باقي صامدين ولحد هاي اللحظة من القرى المحافظة والأمينة والموالية لمحمد وآل محمد. خطوات متعبة وأخرى حذرة، لكنها مقبلة غير مدبرة، يطوون الدروب بنبض قلوبهم، وأرواحهم تلهج باللقاء منتظرة، انتظروا على حزن ودموع عيونهم تروي لياليهم المنكسرة، حتى لاح فجر الدروب
بفتوى ثائرة. احنا كشباب آمرلي اتفقنا ويانا بيناتنا نمشي للكربلاء المقدسة، اتفقنا نمشي من الخالص. ركبنا سيارة ونزلنا يم السندية تحويلة مال السندية، نزلنا ومشينا. اكو مواكب هواية، اكو مفارس الامن والحشد والقوات الامنية كلهم بالطريق، كلهم الطريق امان والمواكب هواية. قبل الداعش كان ماكو امان بالطريق، الزم من تلال الحمرين لحد شو اسمه للخالص. هاي المناطق كلها كان ساخنه، ما نقدر نمشي كنا نجي بالسيارات يعني للكربله. يعني مو ذيك الامان مثل هسه لا الحمد لله ما متوفر ومواقف. قبل داعش يعني حتى ما كنا اكثريه نروح للزياره، يعني ما شاء الله هسه بعد داعش كلش تحسنت الامور، يعني نقدر امان كلش، الطريق ما شاء الله كلش زين، خدمات بي. قبل داعش كل شيء ماكو. ان شاء الله احنا صار لنا ورا داعش نمشي. انا بالنسبه لي تقريبا صار لي 5 سنين من خالص امشي، يعني ما بعد داعش انا صار لي سنتين امشي. هذا الجماعه قلنا لهم تعالوا منا، انا الطريقه ماكو شيء. هذا سنة جبنا لهم يعني. أول سنة لو يجون احنا سوينا لهم واجد الطريق أمان وكم واكب وهاي يعني. إن شاء الله السنة الجاية همين يعني مجتمعين متفقين نمشي منهم إن شاء الله إذا صار أمان أكثر. جنوبا أو شرقا وحتى غربا، فكل الطرق تؤدي إلى الحسين عليه السلام بشغف وحب. ترجمها المحبون هنا إلى خدمة تضيء كل درب، ومسير يرتل الآيات سلما لا حرب، وأن أقل ما توصف به أنها قصة شعب. حكاية المشاي غربي العراق قصة حب تترجمها مواكب العطاء، وخطوات مسير لا تكل ولا تمل في العروج إلى كربلاء. إنها قصة عشق عراقي في الإصرار والنقاء، يرسمون بذلك لوحة تتشابك فيها الألوان وتتقاطع المواقف والرؤى لإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء.